FM. الكلمة ليك. الشباب يتكلم ويطبق في الديمقراطية في فيسبوك ما يمشيش ينتخب. alors سي اكسبسيونال اللي عملوا. فما رجوع الهوية الأمريكية. اش معناه؟ للقيم الأولى. حس الشعب في الادمينستراسيون نتاع اوباما وكان جات هيلاري كلينتون بو كونتينيي لا ميم بوليسي السياسات العامه نتاع اوباما اللي فما تدخل كبير اللي الدوله معناها الحكومه الدوله والتدخل عندها تدخل اقوى في البزنس ولا طلعت في الفيسكاليتي ولا تدخل لك تقرا لك ايميلز نتاعهم نتاعك ولا تحكم لك في حياتك الخاصه. تهدوا بالسكن امندمنت اللي بواحد يشري سلاح وينجم يحطه في داره. هدوا اوباما ليميغراسيون وقت اللي عندك 11 مليون معناها 11 مليون ايميغران غادي ايليغالمون يستهلكوا في الوالفير سيستم نتاع الولايات المتحده معناها العباد تخلص في التاكس وعباد كونسومي. هو قال شي روح بهم دونالد ترامب. دونالد ترامب قال لك في 90 يوم الولع مينيموم ليزيميغرون المجرمين في السجون الكل باش يبعثهم. الكلمه ليك.